وبعدين لقيت حد فتح لي الباب، انا افتكرت ان هي شهامة. وبعدين لقيت انه وانا طالعة من الباب هو فضل مستني ومد ايده عليا. انا في الثواني انا كنتش يعني في العادي انا ببقى بعرف اتعامل، يعني بعرف بعلي صوتي بتصرف، بس في ثانيتها انا مش عارفة ليه معرفتش اتصرف، بس جريت على الامن. جم الامن دورنا عليه لمدة ساعة كان اختفى، لقيناه في الاخر الناحية التانية من الجامعة. واول ما شافني مع الامن هو ابتدى يجري. المهم في الاخر الامن جابه، عملنا محضر في الجامعة، وبعدين صعدنا الموضوع للبوليس، خدني على القسم، عملنا المحضر. بابا لما شافه كان هيقتله. الولد المتحرش اللي اتقبض عليه ده تبع شركة مقاولات الجامعة جايباها عشان بيظبطوا حاجات في الجامعة في وقت الصيف. اللي شجعني ان انا اعمل كده غير كل مرة، اولا انه كنت شفت ان دينا عماد انها عملت حاجة زي كده وانها نجحت وعرفت تعمل محضر وانها مكملة فيه. انا نفسي انه ابقى بنزل الشارع وانا مش قلقانة مين هيبصلي ازاي ولا مين هيعمل ايه النهاردة. انا نفسي انه الناس تبقى شايفة، الرجالة يبقوا شايفين ان انا حقي ان انا اكون بنزل، حقي ان انا اكون بشتغل، حقي ان انا اكون بدرس زي زيك. يعني البلد دي بتاعتي زي ما هي بتاعتك، البلد دي انا بحبها زي ما انت بتحبها. ف انا بس نفسي ان انت تكون بتراعي انه كل مرة حاجة زي دي بتحصل في اي واحدة فينا، وانا بتكلم عن نفسي اولا، كل مرة حاجة زي دي بتحصل فيا في حاجة جوايا بتتكسر، وان دي لو واحدة انت تعرفها انت مش هترضى ان هي تكون، مش هتسكت للناس اللي بيعملوها كده. فانا متهيألي ان انت المفروض تفكر مليون مرة قبل ما تكون بتكسر او بتجرح الحد اللي قدامك ده، مجرد ان انت عايز تعمل اللي انت عايز تعمله.